يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله، والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتا إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول.